برضو في احنا دايما ما بنيجي نتكلم بنتكلم على نص كوبايه المليان، لا ننظر كثيرا لما يقال ولما يحدث حوالينا. لكن ميزانيه 3 مليار وشويه اعتقد انها ميزانيه ضخمه بتدل فيها مكسب، مكسب حتى مادي طبعا. 150 او 100 كام 40 147 148 مليون، وبالتالي نجاح كبير لمجلس اداره النادي الاهلي. دايما يا كابتن سامي ده وجهه نظر، يعني دايما بشوف ان محاسبه اي مجلس اداره بناء على البرنامج اللي قدمه في الانتخابات اللي هو ترشح ليها، وانك تبدا تحاسبه على 4 سنين يعني حققت قد ايه من الوعود او من الافكار اللي انت قدمتها في البرنامج الانتخابي ليك. وجهه نظري النهارده بعيدا عن طبعا بعض يعني الامور القضايا اللي بتبقى فرعيه، نعم خلي بالك النهارده في الاسلام في الرياضه يعني كل يعني احنا مثلا مباريات بين لحد ما الناس على السوشيال ميديا بيحللوها بالدقيقه، يعني انت بتمسك اللعيب كنا زمان نحلل اللعيب بال 90 دقيقه، صح، دلوقتي بتحللوه بال 45، بعدين دلوقتي بتحللوه يعني ايه لعبه دقيقه بلعبه كل دقيقه لعبه بلعبه. فبعيدا عن هذا الاسلوب اللي هو طبعا اسلوب غير محترف، اكيد انا بشوف ان مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره الاخيره تحت قياده الكابتن محمود الخطيب حقق نسبه كبيره جدا 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 من البرنامج الانتخابي اللي تم وضعه في الانتخابات الاخيره، وصولا طبعا خلاص احنا على بعد ايام قليله من افتتاح الفرع الرابع في التجمع الخامس، وان شاء الله باذن الله باذن الله هيخدم عدد كبير من الاعضاء، ويبقى ده بيضاف ل يعني الفروع الثلاثه الاساسيه اللي برضو حصل فيهم تطور شديد جدا. يعني مثلا انا كعضو جامعه عموميه معتاد انا بروح الجزيره، الجزيره مختلف تماما عن قبل كده، فرع الشيخ زايد فعلا اكثر من رائع، فرع مدينه نصر اللي بتدرب فيه اكثر من رائع، ففعلا في تطورات كده في الناحيه بعيد عن الرياضه. الكوره بقولها بكل صراحه كان عندنا مشكله يعني اخر سنتين كان في بعض المشاكل، تم الدراسه بتاعتها وتم التحليل وتم وضع خطه للتصحيح، والحمد لله الفريق حاليا في الوقت الحالي ماشي بشكل كويس، وربما يكون هو ده يعني الايه الملف الاكبر اللي محبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيحب انه يقيم فيه. ولكن شيء مهم جدا ان احنا نعطي كل ذي حق حق، النادي الاهلي النهارده ميزانيته بتوصل 3 مليار جنيه، ده في وجهه نظري رقم ربما طيب يوازي بعض ميزانيات الدول الصغيره. صحيح الصغيره يعني صحيح، يعني لو جبتها في العالم كده يقول لك تقول لهم الميزانيه بتاعتكم كام، يقول لك يعني شبه ميزانيه النادي الاهلي. فالنهارده وده كمان في وجهه نظري بقى عشان اختم اجابتي في الحته دي، طيب دليل ليه النادي الاهلي رعايته مختلفه في حاجات كتير.